كن مع الله. نتكلم اليوم إن شاء الله في زكاة الفطر. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. زكاة الفطر هذه الشعيرة العظيمة، هذه شعيرة من ديننا، فينبغي على كل شخص أن يتعلم يعني ما هي الحكمة من إخراج زكاة الفطر، ما هو الثواب، ما هي يعني فضائل زكاة الفطر، وعلى من تجب كذلك زكاة الفطر، وهنالك بعض الأسئلة كذلك المتعلقة بزكاة الفطر. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا رسول الله. نتكلم أولا في الحكمة منها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. يعني أولا زكاة الفطر تكون طهرة للصائم، زكاة الفطر تكون طهرة للصائم من اللغو والرفث. اللغو والرفث هو الكلام الفاحش الذي قد يصدر من المسلم يعني حال صيامه. فالشخص بعد ما صام رمضان، إنه الإنسان بشر، وقد هذا البشر يخطئ، إن ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فكل شخص مثلا وقع في معصية يتوب لله عز وجل، ثم بإخراجه لزكاة الفطر يكون مخلص لله عز وجل، هذه تكون بإذن الله تعالى يعني فيها يعني مغفرة لذنب ذاك اللغو وذاك الرفث الذي صدر منه في رمضان. هذه الحكمة الأولى. كذلك الحكمة الثانية التي نذكرها إن شاء الله، إنه زكاة الفطر الحكمة من إخراجها والمقصد من إخراجها وإغناء الفقراء عن السؤال في يوم العيد. ففي يوم العيد اللي هو يوم عيد أمة النبي عليه الصلاة والسلام، لما الناس تخرج زكاة الفطر هذا فيه إغناء للفقير عن السؤال، حتى ما يحتاج ذاك الفقير للسؤال في يوم العيد. فكيفه كيف سائر المسلمين، كيفه كيف سائر خيان المسلمين يخرج في يوم العيد فرحان وعنده قوت اليوم متاعه بإذن الله تعالى، ما يبداش يحتاج أنه باش يسأل. فهذه كذلك يعني من مقاصد إخراج كذلك زكاة الفطر. ثم نتكلم على من تجب زكاة الفطر. العلماء قالوا زكاة الفطر تجب على مسلم، على المسلم والحر والقادر. المسلم والحر هذا واضح، لكن القادر ما معنى القادر؟ القادر تفصيلها في الفقه هو الذي له أي عنده قوت يومه وقوت من تجب عليه نفقتهم، قوت من تجب عليه نفقتهم وزيادة، معناتها عنده القوت متاع اليوم متاعه وقوت من تجب عليه نفقتهم وزيادة. معناتها إذا كان شخص مثلا عنده القوت متاع اليوم متاعه وقوت من تجب عليه نفقتهم كما أمه كما أبوه كما أولاده مثلا، وعنده زيادة في ذلك اليوم، يخرج زكاة الفطر، يخرج زكاة الفطر. بالنسبة لتفصيل من تجب عليه نفقتهم، شكون هم الناس اللي تجب عليه نفقتهم؟ واحد الرق، ثانيا زوجة يعني من زوجية، إذا كان عبد عنده زوجة فهنا تجب عليه النفقة متاع الزوجة متاعه، والتفصيل الثالث هو من قرابة، إذا كان شخص مثلا عنده أمه وإلا أبوه وهم يعني فقراء، إذا كان أمه وأبوه فقراء فتجب عليه نفقتهم. كذلك إذا كان عنده أبناء أولاد، إذا كان عنده بنت تجب عليه نفقة تلك البنت حتى تتزوج، وإذا كان عنده وليد فتجب عليه نفقته كذلك إلى أن يصير قادرا على التكسب، معناته يصير قادر أنه يخرج ويخدم ويصير يعني قادر على التكسب. فإذا كان عنده أم وإلا أبو فقراء أو بنت ما زالت ما تزوجتش أو ولده غير قادر على التكسب، هؤلاء يعني تجب عليه نفقتهم. فقدر زكاة الفطر صاع من غالب قوت البلد، هو صاع يعني الصاع اللي هو مقدر بغالب قوت البلد، مثلا روز وبحسب ما هو غالب قوت البلد، كل بلد يختلف ما هو غالب قوت اللي يأكلوه معناته السكان عموما. فيقدروا مثلا زكاة الفطر، يقدروا زكاة الفطر. ثم يجي السؤال اللي دائما يسأل بعض الناس، يصير فيها جدال كبير، هل زكاة الفطر تخرج يعني نخرجها نقدا أو نخرجها من غالب قوت البلد؟ هذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف فقهي. لا أدري لماذا الناس يعني بعض الناس يعني يصيروا يعني عرك ما بيناتهم، وهذا يفسق هذا وهذا يضلل هذا، وبعضهم لما يقول مثلا يجوز إخراجها نقدا هذا يجيه يقول لا الرسول ما أخرجها نقدا. يا أخي
راه العلماء، نحكيه على علماء، نحكيه على الإمام مالك، نحكيه على الإمام أبي حنيفة، نحكيه على أكابر الأمة. يعني هؤلاء غاب عنهم هذا. هل تظن أنت إذا كان جبت حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنت تظن أن هذا الحديث ما بلغ الإمام مالك؟ هل تظن أن هذا الحديث ما بلغ الإمام أبي حنيفة؟ يعني أبي حنيفة، يعني هذا عجيب. رأوا بعض الناس هكذا يصيروا يتعاركوا فيما بينهم. الخلاف رحمة، الخلاف رحمة. إذا أردت أن تخرج زكاة الفطر نقدا فأخرجها نقدا، إذا أردت أن تخرج زكاة الفطر يعني من غالب قوت البلد فأخرجها من غالب قوت البلد. المهم أنك تخرج زكاة الفطر وتمتثل لأمر الله عز وجل، وتمتثل لأمر الله عز وجل. هنالك قول معتبر في المذهب الحنفي، وهو إخراج زكاة الفطر نقدا. ومشهور مذهب مالك إخراجها من غالب قوت البلد، ويوجد قول على المذهب المالكي إخراجها نقدا. الشيخ طاهر بن عاشور مثلا يعني قال إنه تخرج كذلك نقدا. فالعلماء اختلفوا في هذا، فهذه مسألة واسعة، فلا نضيق واسعة ونمتثل لأمر الله عز وجل. متى يتم إخراج زكاة الفطر؟ نخرج زكاة الفطر ما بين صلاة الصبح وصلاة العيد، هذا أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر، ما بين صلاة الصبح وصلاة العيد. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل يجوز إخراجها قبل صلاة العيد؟ نعم، قبل صلاة العيد بيومين يجوز إخراج زكاة الفطر، قبل صلاة العيد بيومين. كذلك بعض الأسئلة اللي سوف أبينها إن شاء الله. بعض الناس يسألون هل يجوز إخراج أكثر من زكاة إلى فقير واحد؟ يعني مثلا هذا عنده زكاة باش يخرجها، هذا عنده زكاة باش يخرجها، وهذا عنده زكاة باش يخرجها، جمعوا أنفسهم وخرجوا الزكاة إلى فقير واحد، هل يجوز هذا؟ نعم يجوز هذا. وهل يجوز تقسيم الزكاة على أكثر من فقير؟ نعم هذا كذلك جائز. كذلك هل يجوز توكيل شخص بإيصال الزكاة؟ مثلا شخص ثقة تعرفه، تعطيه أنت مثلا الزكاة متاعك، تقول له الله يبارك فيك وصلها لفقير، هذا هل هو جائز؟ نعم كذلك هذا الأمر جائز. من في ذمته زكاة ولم يخرجها؟ مثلا بعض الناس يعرف أنه مخرج زكاة عام أو عامين أو ثلاثة، ماذا يفعل؟ أقول له هذه تبقى في ذمتك، هذه تبقى في ذمتك، يعني لازمك تخرجها. فإذا كان أنت ما خرجتهاش ماذا تفعل؟ تقدر. بعض الناس يقول لك أنا نسيت قديش عام اثنين ثلاثة، إذا كان تعرف هوك خرج الزكاة اللي فاتتك، إذا كان تاع عام راهي تاع عام، إذا كان تاع عامين راهي تاع عامين. بعض الناس يقول لك أنا نسيت، ممكن ثلاثة ممكن أربعة ممكن خمسة، إذا كان شاكك هل أربعة أو خمسة خرج خمسة، إذا كان شاكك هل ستة أو سبعة خرج سبعة، إلى أن يرتاح قلبك. هكذا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. بارك الله فيكم وتقبل الله منكم سائر الطاعات. كن مع الله.